في حاجات بقى في العيوب خلقية في القلب، زي في مرض طبعا هنيجي بقى الحاجات اللي تفزع. ان يتولد ازرق، انه الولد يتولد ازرق، شفايفه زرقاء ولسانه ازرق، دي مشكلة شوية. حتى الناس عارفة الاسم كويس، فالوت. اسم الخواجة اللي اكتشف المرض. ايوه صحيح. ففالوت ساعات بيبقى محتاج جراحة. عندنا نوعين جراحة، نوع صعب جدا جدا ونوع سهل جدا جدا، فحسب حالة الطفل. عندنا ما شاء الله مركز في أسوان، دكتور مجدي يعقوب. دكتور مجدي يعقوب يعني بنشكره شكر كبير على كل الحاجات اللي بيعملها، يعني في العيوب الخلقية بالذات. أبحاثه وحاجته فيها في العيوب صحيح. الخلقية أفز أفزة كبيرة جدا بالمصريين، يعني هو خد مجموعة من الدكاترة دلوقتي ما شاء الله عالميين. يعني دربهم كويس وعلمهم كويس وبص عليهم. ما هو قاعد وسطيهم. فالعيوب الخلقية في القلب ما تفزعش قوي ساعات، لكن في بعض الحالات يعني بدء دي بدء كده. اي طفل لازم يكشف. يكشف امتى؟ لا مش فاهم. اي طفل لازم يكشف ازاي؟ اي ساعة ما يتولد. بدون اي حاجة؟ بدون اي حاجة. يعمل ايه؟ اطمن عليه. إذا شكيت إن عنده أي حاجة أمشيه سكة بقى الإيه. يعني أنت حضرتك تنصح الأم أول ما ده روتين دلوقتي. في المستشفيات. ده روتين. أم ولد. إيه نوع كشف يعني؟ إيه بالسماعة. سماعة بس كده. سماعة كده. احتجت إيكو ممكن أعمل له إيكو، موجات صوتية وهو بيبي كده. بحيث إن أنا هشخصه قبل ما أمه تخرج من المستشفى. وبيقدروا يكشفوا الحاجات دي من بدري. سهلة جدا. سهلة جدا. بس في عيوب في القلب بتظهر بعدين. هي مش تظهر بعدين، هي موجودة من يوم ما اتولد، لكن أعراضها بعدين. طب وأنا استنى ليه الأعراض يا أستاذ محمود؟ ليه استنى الطفل يشتكي؟ ما أنا أقفشه. ما أنا مش عارف. ما أنا كشفت عليه. يعني لو الكشف الأولاني ده يبين كل حتى كهربة القلب والحاجات دي كلها. حاجة. لو واحد بروفيشنال حط السماعة يقول لك ده مش سليم. ده عنده مشكلة. ونبدأ بقى الأبحاث. محتاج عملية هيعملها دكتور. مش محتاج. يعني إذا الكشف على البيبي وهو صغير الدكتور يكون شاطر، ودكاترة عندك كلهم شاطرين. كلهم. يقدر يقول إنه دوت فيه مشكلة هو يمكن مش عارفها. صح. لكن نبتدي نبحث عنها حتى فيما يتعلق بالكهرباء بالاضطرابات القلب. مشكلة أولية. والصمامات وكل حاجة تبان. شاكك إن يكون في ثقب بين البطينين، ده صوته بيبقى واضح. وسهل. خلاص عرفنا نمشي في السكة بقى. ولو في حاجة في الصمامات هتظهر بعد شوية يقدر يعرفها؟ طبعا طبعا. بس الصمامات الخلقية قليلة. الصمامات حمى روماتيزمية. ده الأكتر. يعني إصابة الصمامات أغلبها حمى روماتيزمية. ودي برضه حضرتك أكيد بتنصح الناس اللي يجي لها ابنها لا قدر الله يعيا بالحمى. محدش لازم. محدش يفتي. احنا اللي بيبوظ الطب في مصر اتنين، الاعشاب والافتاء.